بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. هذا تقريبا ثالث فيديو لي في القناه، وبدات اشعر انه في ناس بدات تتابعني، في ناس بدات تشوف الفيديوهات، وهذا الشيء جدا شعور جميل. شكرا لاي شخص عمل شير، لايك، كومنت، اي حاجه على الفيديوهات اللي انزلها. واتمنى انه دعمكم ما يوقف. قبل لا ابدا محتوى الفيديو، مع خلفيتي المتواضعه، انا هنا نقول لكم تجاربي وحياتي بشكل عام كمصور، كشخص قاعد يتعلم، كشخص قاعد يحاول يكون الافضل، بس مو هو الافضل لسه. حبة إن شاء الله نوصل للشيء اللي احنا نبغاه، وأتمنى أنكم يعني تستفيدوا من الفيديوهات اللي بنزلها. أتمنى أنه يعني زي ما أنا قاعد أتعلم شيء جديد، أنت تتعلموا شيء جديد، وهذا الشيء جدا جدا حيسعدني. إذا فقط معلومة صغيرة انضافت لك يعني أو انضافت لك، وهذا الشيء جدا بيسعدني. فأتمنى أنكم تنبسطوا وتستفيدوا، ودعمكم مرة لا يوقف. أوكي، أنتم متخيلين أن الفيديو اللي سويته الأخير كان تقريبا 50% و 60% من الفيديو بشكل عام، من فكرة، من لوكيشن، من تفاصيل مرة كثيرة، صارت مو بيد شخص، مو بيد بشر، بيد روبوت يا جماعة. انتوا متخيلين يعني قديش هذا الشيء ساعدني، قديش هذا الشيء خلاني انجز. يعني في يومين تقريبا خلصت محتوى الفيديو وسكريبت كامل، الفيديو الاخير اللي نزلته في القناة. هلو نرجع ورا شوية. صحيت من النوم افكر انزل فيديو في اليوتيوب، بس ايش انزل مش عارف، ماني عارف ايش بالضبط ايش انزل. ودي اصور اشياء مره كثير، عندي افكار مره كثير، بس ابغى حاجه اقدر اصورها او اقدر اخلص المشروع هذا في 5 ايام، وكان الديدلاين حقي 5 ايام. يعني انا قلت بصور الويكند، بصور الويكند، وفجاه جت فكره الذكاء الاصطناعي في بالي، واخش شات جي بي تي، بدات كده دردش معاها واخذ واعطي، وحسيت انه ممكن انا من جد اطلع من شات جي بي تي سكريبت كامل للمشروع اللي بشتغل عليه. اتصلت على اصيل وانا قال لي في البيت، شرحت له فكرتي بشكل عام، انه انا بصور كذا 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 كذا، انت شخص تحب السفر، انا ممكن اطلع محتوى تتكلم فيه عن السفر، بلا 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 بلا. قال لي تمام، اعطاني ابروف. طبعا اصيل ما قد واجه الكاميرا نهائيا، فهذا كان التحدي الكبير، انه انا اوكي انا ممكن اطلع سكريبت، بس هل اصيل ممكن يديني نفس الاحساس اللي انا ابغاه؟ وهذا كان زي ما اقول لكم التحدي. اوكي، الشيء اللي سويته انه بدأت اطلب من الذكاء الاصطناعي اسئله، اطلب من الذكاء الاصطناعي اسئله، بحيث انه اسئلها اصيل يديني اجوبه لها، انا اخذ الاجوبه واسوي منها سكريبت كامل. اصيل احب السفر، وهذا الشيء يعني فاكت. طبعا هذا كله ولسه انا ما رحت سويت سكاوتنج للوكيشن، لسه ما شفت اللوكيشن، بس اخذت السكريبت الافكار كامله من الذكاء الاصطناعي، وبدأت ارتب ملف المشروع كامل على ميلي نوت. الموسيقى، الفيجن، السكريبت، اللوكيشنز. طبعا اللي ما تعرفه انه اصيل ما هو داري باي شيء لسه، يعني لسه انا ما قابلت اصيل. اصيل في البيت فقط رسلت له الاسئله كامله، رسلت له الاجوبه، بدأت انا اسوي السكريبت كامل زي ما اقول لكم. 5 ايام فقط هي اللي كانت، يعني هذا كان ديدلاين حقي ان انا اشتغل المشروع هذا كامل واقفل الموضوع هذا كامل. قبل يوم التصوير بيوم رحنا شفنا المكان، الاماكن بشكل عام، يعني حتى البيت رجعنا رتبنا البيت، لانه كان ديكور البيت مو كذا، وغيرنا المطبخ ورتبنا الامور كامله. وبرضه رحنا اشترينا اغراض من محلات برا، يعني زي الدافور، الخيمه، الاشياء هذه، يعني الاشياء اللي حنستخدمها في الفيديو. المعدات، سامحوني الشعر مره متبهدل، بس قاعدين نحاول نرتب الشيء اللي نقدر عليه. المهم، صورت بالريد كومودو 2470 ND فلتر، وثلاثة إضاءات نان لايت. نايس، ليتس جو. قدرت انت تاخذ لي ربع ساعة هنا؟ لا يا رجل، المشكلة على المصور. الله يطيب عمرك يا رجال. صح، زربيان محترم. والله والله صح، فخمه ولا زين. حلو يا اخي، انت شو مسوي؟ فخمه الحليب، الموضوع تمثيلي. رجعت يصبر معانا شوي. شغل تمشي ويدها بكوب القهوة، هتفك الباب، شوف طريقة انك الباب يفك بسرعة. طول انت على اليمين، انت قاعد تشرب موك. فاك يا مان، هننزل الاضاءة، هتقرب الاضاءة شوية من ظهر من هناك، انا هنزل من تحت اخذ الشوت زي ما هو. انا بقول تبغى صور كم ساعه تشغل الصوم؟ والله انا اصلا مثل الحال الاسبوع الماضي كنت شغال ليه من 10 الصبح لين 10 الليل. منطقيه انا هذه
فاهم فيها. انا هذا الشيء ما كان خلص والله يا اخي هذول مش عارف شو رايك انت مع الموضوع؟ والله مصيبه انت عزيز التكيوت. أول مرة تمثل؟ تقدر تقول على السوشيال ميديا كاميرات الجوال شيء؟ على أول مرة طبعا. كمان؟ أول مرة. أوه ماي جاد. أنت سبق ومثلت قبل كذا؟ أيوة. فين؟ أهم شيء. ليه شايل العفش ده كله؟ إيش فيه أصلاً؟ صراحة بس كذا ما في بس قهوة طيب. مختصة ودافور الأشياء اللي هنستخدمها يعني وموية ولبن عيران وباقي على التصوير كم؟ الله مدير انت بس ده اللي قدرت عليه؟ تتكلم؟ شوف سمعت. السلام عليكم. السلام عليكم. خواتي مباركة. طبعا من الرياضيات لا الرياضيات. صلى على النبي خلص التصوير. زي ما انتم شايفين بدأ تظلم والشباب قاعدين يدخلوا جوا. وائل عموري هنا عندك علاء. شوف ما قصروا صراحة اليوم. تعبتكم معي. لا يمكن الفطور مو فطور مرة بس يعني الجو الجو رهيب مكان رهيب والله أهم شيء بكل أمانة بس الجو يعني لك عليها بس وفقنا بكل أمانة يعطيهم الحمد لله الشباب ما قصروا وبس هذه خلف الكواليس عن الفيديو الأخير اللي نزلناه وكيف إنه ممكن الذكاء الاصطناعي بيساعدك في شغلك وفي حياتك بشكل عام. شكرا لكم، لا تنسوا تسوي اشتراك. السلام عليكم.